فيما يخص الفريق الوطني. السلام عليكم. فيما يخص الفريق الوطني راه يمر بمرحلة انتقالية، نلاحظوا عديد من اللاعبين ثم تقدموا في السن، وهذه كانت عامل من العوامل اللي تثبت في ثم المردود تاع الفريق الوطني، ما كانش كما كان في كأس إفريقيا 2019. منه إن شاء الله التوفيق في قادم المواعيد، وبالأخص للاعبين الجدد كنا يكونوا في المستوى، راحين يمدوا إضافة للفريق الوطني. وفي يخص المقابلة مع المنتخب السنغالي، راحين يكون اختبار حقيقي لهذو اللاعبين، يكونوا كما نقولوا يقدروا يعوضوا اللاعبين القدامى اللي تم الاستغناء عليهم. وفيما يخص جمال بالماضي، انا راني نشوف باللي كما نقولوا المرحله هذه ثم صعيبه بها تكون فريق تنافسي. نشوفوا بارابور ليكيب اللي كانت في 2019، كان كما نقولوا كان كاين الانسجام، واللاعبين كانوا عندهم 4 سنين 5 سنين مع بعضهم، ماهيش كما دوكا لاعبين جدد كما نقولوا. ونتمنى يكونوا مباريات وديه في المستوى مع منتخبات عالميه، هذوك المباريات هما اللي راح يكونوا كما نقولوا احنا يمدوا دفع معنوي للفريق الوطني. ثم راح تكون كاينه صعوبات في البدايه، تكون كاينه صعوبات في البدايه، ونتمنى اني قلت لك انا الحاجه اللي كما نقولوا تخلق هذيك الانسجام في الفريق هي المباريات، كثره المباريات كما نقولوا فرق بين منتخبات وطنيه وانديه، الانديه يكونوا كاينين مباريات بزاف تقدر كما نقولوا تخلق انسجام هذاك في مده قصيره، منتخب وطني ثم ما تقدرش مباريات كما نقولوا لضغط فيفا بعاد، وما تقدرش ما كاينش المقابلات بزاف تحكم وقت به للجوار كما نقولوا اللاعبين يوافوا بعضهم. بكأس افريقيا راح تكون ماموريه صعبه، خاصه رانا نشوفوا في المنتخبات الافريقيه تطورت وقاعده تتطور. المشكل اللي قلت لك انا ثم المرحله الانتقاليه دائما تكون صعبه، المرحله الانتقاليه دائما تكون صعبه. احنا نتمنى ان شاء الله الخير للفريق الوطني، وان شاء الله يكون في المستوى. وتوقعاتي كما نقولوا بارابور لي جوار اللي عندنا، لا خوف على الفريق الوطني، لا خوف على الفريق الوطني، بربي ان شاء الله راح نكونوا على الاقل في المربع الذهبي على الاقل. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.